لدى نزوله ضيفا على الحصة اليومية لقناة نوميديا كان كلوب، اعترف وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي أن البيروقراطية وسوء الاختيار الشركة المخصصة لإنجاز الملاعب ورأى عدم تسليمها في أجلها المحددة. هلا دوك انا نقول لك تكنيكمون علاش تاع برقي الا في بوكو دو روتار، باسكو حنا اون سوتريتي اون اونتربريز شينواز، لونتربريز تاع برقي لي سبيسياليست في لا شاربونت، عطاوها دير البيتون، بطات في البيتون اكثر من لا شاربونت، اسكو فيك من الاول سي دي شوا فو، مي معليش حنا دركا قال اون فا اسيمي لو هذا الاخر، بون يا دي ديسيزيون كي فون دوكا سا اكسيد ان شاء الله نتمناو لي كالكو موا افنيغ برقي تيزي وزو سا سخا ان سيكوارن سا سخا لو بروميي ستاد ا اتر ريسيبسيوني.